مساء الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد لقائنا الأسبوعي للحديث عن سلامتكم في الطريق. حوالي 26 دقيقة رح نقضيها معا للحديث عن المواضيع اللي نسعى من ورائها إلى المساهمة في التقليل من حوادث الطرقات. حوادث المرور في الجزائر معدلتها في تزايد مستمر، وقد حان الوقت ليدق ناقوس الخطر. تم تسجيل على المستوى الوطني يعني بالمنطقتين الحضرية والريفية 18,949 حادث مرور أدى إلى وفاة للأسف الشديد 2,844 شخص وجرح 25,836 شخص آخر. إذا قارنا هذه المؤشرات بنفس حصيلة سنة 2019 يعني كان هناك انخفاض. فالكثير من الأبرياء راحوا ضحية حوادث المرور، إما الموت أو عاهة مستديمة. في عمري 12 سنة صرات لي هذه الحادثة تاع رجلي. كنا في رمضان، صمنا 3 أيام رمضان، عيطوا لي حيطوا لنا صحابي بلعبوا بالون، لعبنا قدام اللي هي كانت قدام طريق. كي كملنا الماتش كامل راحوا كامل صحابي، بقيت غير انا وخويا. وبعدك عطشت قلت له خويا راني عطشان راني حاب نشرب الماء، باسكو قدامنا بيتزيريا تماك كاينه عين. كي قطعت الطريق كي رحت كامل لقيتها مغلوقه العين. كي عاودت رجعت مول الكار قال لي جوز، وهذاك جاملونسي ضربني. لتدخل العائلات الجزائريه في نفق مظلم بسبب الحوادث. الجزائر تحتل مراتب متقدمة في الحوادث لأسباب عديدة والكل يشارك فيها، فالجرائم المرتكبة أصبحت تتزايد يوما بعد يوم. قلة الثقافة المرورية من بين العوامل التي تساهم في حوادث المرور، والسرعة من بين الأسباب. السياقة هنا في الجزائر ناقصين ثقافة تاع السياقة، ناقصين ثقافة بزاف. مناش من الكود، الناس مش قارية الكود بزاف. واحد ما يخلي واحد ما يسمح من حقه كون يطبقوا الكود تمشي نورمال. لي سوق طوموبيل لو كونديكتور ماشي يركب طوموبيل معناتها عنده سيارة ويسوق، لازم تكون ثقافة مرورية قبل أن يكتسب سيارة، باحترام الآخرين اللي يسوقوا معاه في الطريق، باحترام إشارات اللوحات المرورية. أنا شفا في ليزاني لافان دي في ليزاني 70 كانت تدخل لي زاكسيدون، بس مع اكسيدون في وهران لاجيلي كاع تسمع بها، ولينا حنا لي زاكسيدون كيما الحلوه. هنا لا كونسيونس ماتت، نهضروا اون تو ديموقراطيه، مات لا كونسيونس، ولا الانسان كي يحكم طوموبيل يحسب الناس شغل هكذا سيدي جوي هكذا جوي نوض روح نورمال، ولا ما عندناش ضمير تاع السوغان. واحد يسرع بزاف يدير حادث. سمعت هذه من قضية سرعة، اللي يمشي بالعقل ربي معاه. لي ساكسيدو مواطن بريمير سوا دوزيام سوا كان بلاك ما داير البلاك. عدم احترام إشارات المرور لغياب ثقافة المرورية سبب من أسباب الحوادث. قطع الطريق وترك المعابر يتسبب في حوادث مميتة.
وهل يعقل السياقة بهذا الشكل في الطرق السريعة؟ الطرقات في الجزائر أصبحت تستعمل للتباهي رغم الإجراءات الردعية المتخذة من طرف الدولة، فالعامل البشري سبب رئيسي في الحوادث. متى تبقى الجزائر تحتل المراتب الأولى في حوادث المرور؟ وإلى متى نستوعب ثقافة المرورية؟ كفانا إهدارا لأرواح الجزائريين، وهل يأتي يوم يقال إن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة في حوادث المرور؟ في العدد السابق كنا تطرقنا إلى برامج التكوين بمدارس تعليم السياقة، وكنا شفنا المحاور الكبرى لهذا البرنامج. من بين هذه المحاور نجد السياقة الآمنة. في هذا العدد سنتعرف على مفهوم السياقة الآمنة والعوامل المؤثرة فيها، طبعا مع خبير السلامة المرورية السيد حمريط الولي. تابعوا معنا إخواني المتابعين، رحين نتكلم لكم اليوم على موضوع السياقة الآمنة، واللي متعلقة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة به نتجنبوا الحوادث، وذلك بغض النظر عن أسبابها وما يتعلق بها من مؤثرات خارجية. ولتحقيق هذا النوع من السياقة في طرقاتنا، بينوا لكم باللي كاين عدة عوامل تؤثر على السياقة. وأول هذه العوامل هو الحالة الفيزيولوجية والنفسية للسائق، واللي تشمل عدة عناصر من بينها الوظائف الحسية كالرؤية والسمع والشم والإحساس، حيث يرى الخبراء أن 90% من المعلومات اللي نحتاجوها في عملية السياقة نتحصل عليها عن طريق العين. ثانيا بالنسبة للأمراض وتناول الأدوية، بحيث أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر 1984، واللي حدد قائمة الإصابات اللي تتعارض والحصول أو الإبقاء على رخصة السياقة، مذكورة فيه عدة أمراض. هذه الأمراض تمنع السياقة، وخاصة سياقة مركبات الوزن الثقيل. وأيضا بعض الأدوية تؤثر على السياقة فيمنع تناولها أثناء السياقة. الحاجة الثالثة هي التعب والضغط والعدوانية، كل هذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على تصرف السائق، لأن سياقته المستمرة لحوالي 3 ساعات متتالية راح تأثر على القلب نتاعو وعقله أيضا. الحاجة الرابعة عدم اليقظة،
عدم اليقظة هذا يؤدي إلى الغفلة في السياقة وشرود الذهن، وربما يؤدي حتى إلى النوم وبالتالي انحراف المركبة عن مسارها. النقطة الخامسة متعلقة بالكحول أثناء السياقة، حيث أن القانون الجزائري لا يسمح بوجود نسبة أكثر من 0.2 غرام في اللتر في دم جسم السائق، لأن وجود كمية أكثر من هذا المقدار راح تأثر على جسم السائق، وكلما زادت هذه النسبة هذه كلما قلت قدرة السائق على التحكم تاعه في المركبة. وأيضا تناول المخدرات راح يكون نفس تأثيره أو أكثر. ثانيا العيوب المرتبطة بالمركبة كالخلل في الإنارة اللي يؤثر على السياقة الليلية ويسبب حوادث مرور مميتة، العيوب المرتبطة بالأطر المطاطية، الخلل في مختلف أنظمة الكبح خاصة لدى مركبات الوزن الثقيل وهي محملة بحمولات كبيرة. رابعا مختلف العيوب في المحرك والأجهزة نتاعو، هذه أيضا راح تأثرنا على عملية السياقة وراح تخليها غير آمنة. النقطة الثالثة هي العيوب المرتبطة بالمنشآت القاعدية والمحيط، لأن الحالة المتدهورة لقارعة الطريق تؤثر أيضا على السائق، وغياب الإشارات أو انعدامها كوجود مثلا ممهل بدون إشارة أو وجود إشارة بدون ممهل مما يترك السائق في حيرة من احترامه لإشارة المرور. أيضا غياب الإنارة أو انعدامها وخاصة في مقاطع الطرق الغير مزودة بالخطوط الأرضية الواضحة. والسياقة الليلية كما تعلمون هي عملية ضد السعة البيولوجية كما يقول الخبراء، ولتفادي أخطار وقوع حوادث مرور بسبب هات العوامل وجب على السائق أن يكون حذرا وأن تكون مركبته مراقبة جيدا قبل الرحلة، وأن يحتاط في رحلته لكل العوائق في الطريق والمحيط، وأن ينام جيدا قبل سفره. بالنسبة للنقطة الرابعة والمتعلقة بسلوك السائق في حالة الطوارئ، على السائق أن يتوقع وقوع الخلل في المركبة كالعطب في المكابح وربما تعطل حركة العجلات عند عملية الكبح أو انثقاب العجلات أو عطب في التجهيزات الكهربائية، مع مراعاة الأحوال الجوية المتقلبة وما ينتج عنها من انزلاقات اللي ممكن تحدث بسبب الكبح أو الزيادة في السرعة أو في المنعطفات. لهذا على السائق أن يتصرف بعقلانية أثناء وقوع الحادث المروري، سواء كان هذا الحادث هذا مادي أو جسماني، يحمي نفسه ويحمي الآخرين من وقوع حوادث أخرى، وينبه مستعملي الطريق الآخرين لهذا الحادث بكل الوسائل، وأن يطلب الإسعاف ويقدم نفسه للضحية المتسبب في هذا الحادث، ويحرر معاه المحضر الودي أو المعاينة هذيك اللي تسمى المعاينة بالتراضي. لهذا إخواني المتابعين، السائق راه غير معصوم من الخطأ، لكن اتباع القواعد السلامة كترك مسافة الأمان واحترام قانون المرور واستعمال حزام الأمان والاستعمال الصحيح للفرامل وعدم التكلم في الهاتف النقال وعدم السياقة عند التعب والإرهاق، كل هذه التصرفات الحسنة تجعلنا محترفين ومتخلقين وأمينين في سياقتنا. فالسياقة الآمنة فيها متعة كبيرة. وعودتكم إخواني السائقين لأهلكم وأسركم بعد السفر تاعكم آمنين رح تكون المتعة شاملة لعائلاتكم. أيضا نتمنى بأننا قدمنا لكم ما هو مفيد في هذا الموضوع. شكرا لكم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوالي 2% من مجمل الحوادث المسجلة تعود أسبابها لعامل المركبة. طبعاً هذا العامل سببه هو بعض الاختلالات والأعطاب الميكانيكية المفاجئة لتقع في الطريق. طبعاً هذه الأعطاب هي نتيجة قطع الغيار المقلدة، يعني قطع الغيار الغير أصلية. بعض أصحاب المركبات يقع في عملية احتيال، فعوض أنه يشري قطع غيار أصلية تلقاه يشري قطع غيار مقلدة وبأتمان باهظة.
لكن هناك من أصحاب المركبات من يفضل قطاع الغيار المقلدة بسبب الظروف الاقتصادية، ويتناسى أن الحياة أغلى من كل شيء. تفاصيل هذا الموضوع مع الزميل عز الدين بالخادم. من النظرة الأولى تبدو قطاع الغيار الأصلية والمقلدة متشابهة إلى حد كبير، مما يجعل صاحب المركبة في حيرة من أمره، هل أقتني الأصلية بسعر مرتفع أم المقلدة بسعر منخفض؟ البياسان شي برومي شوية الفرقوية، وكل واحد كاين على حسب مقدوره على حسب درهمه، كاين اللي حب يشي تاع الشينوا، كاين الترك، كل واحد واش يشري، كل واحد واش يحب، كاين اللي يعاود، كاين اللي يكسب لا يقول لك ندير بياسة لوريجين. دوريجين غالي، ماشي غالي بصح دوريجين خير من لازم شو ما يحكمش كيما دوريجين، حاجة دوريجين خير بسكم يدخلوا لي شو بزاف ما تقدرش تعرف. على حسب المواطن دوك لا يقدر يشريها على بياسة، مادام حنا مادام بينا حنا دوريجين خير يفهم بيها، وإلا كان قيس قيس إنسان الله غالب وني أوبليجي ستادي نشريها على تايوان. بعض الباعة ممن قصدنا محلاتهم أفاد أن أغلب الوافدين لاقتناء قطاع الغيار يفضلون السلع ذات الأسعار المنخفضة بحكم أنها تتناسب وقدرتهم الشرائية. يجيك ليوني شخصي يقول لك واش ندي، لا عندي هذه والله عندي هذه في الدوار يجينا ولا في المثال في الترك ولا في بلاد واحده اخرى، حنا نقولوا له ما كاش كيما الدوار يجي، الدوار يجي صح كي تعطي له البري يبدا معليش هذه مليحه. اللي تبع حاجه رخيصه يعرف بلك انها مقلده، لانه نعرف انا حاجه مثلا تسوى 2000 دينار ونروح نشريها ب 1000 دينار، هذا اكيد انها ما راهيش، اولا ما راهيش اصليه، وثانيا اكيد انها فيها يعني مشاكل في التصنيع، ماهيش محترمه المعايير، خاصه لانه احنا كجمعيه حمايه المستهلك ما راناش ضد ما كل ما هو يعني مصنع ثانويا. يعني الزبون بدوره لاحظ قيام العديد من التجار لقطاع غيار المركبات ببيع قطاع مقلدة على أنها أصلية وبأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي جعله فريسة بيد تجار قطاع الغيار. ولو يبيعوا لهم دوريجين هي كونترفاسون، يبيعوا لهم على أساس دوريجين، أك شايف تما شغل قليل وين تلقى زعما عباد هكذا يخدموا لك دوريجين، كي يقول لك دي بياسة دوريجين تلقاها صح دوريجين، أك شايف باين كاين دي مارك باينين، راك شايف كاين دي مارك راهم يطبعوهم على اساس المشتري ما عندوش ثقافه شغل تاع زعما في كل حاجه، راك شايف تلقاه زعما يعرف حاجه فايس ما يعرفش فيهم، دوك في لابياس كاين اللي تلقاه يعرف كاين اللي تلقاه ما يعرفش ويطبع. كاش لوريجين، لوريجين كاع ما كاش، يدير لك لومبالاج لوريجين مي الداخل ماشي لوريجين، دوزي كونترفاسون كاع كونترفاسون ما كاش، كامل هنا اللي يخدم لك لوريجين يقول لك لوريجين مي ما تصيبش لوريجين، تصيبها يا دوزيام لا ماتيير دوزيام شوا ولا تروزيام شوا. ان اكزومبل تركب لي بلاك دو فران، كيفاش لي بلاك دو فران ما يشدو لكش 3 mois؟ مام با 3 mois، مام تشريهم يقول لك لوريجين، مام با 3 mois، سورتو تاع الفريغن تاع لا شارجو ما يشدو والو، كي لي ديكس دو فران تصيبهم يصفروا. إذا نحن المستهلك نقول له ابحث روح شري في محل اللي فيه علامة معروف، يعني أكيد أنه محل وعنده سجل تجاري وعنده عليها رقابة وعنده علامة وعنده مسؤولية وعنده روح المسؤولية، أيضا دائما نحن في نداء دائما في مراسلة المسؤولين في قطاع التجارة باش أولا
يفعلوا هذا المخبر الوطني للأجهزة للمنتوجات الصناعية باش نقدروا نديروا لي كراش تيست، نقدروا نجربوا حتى احنا كجمعية نقدروا مثلا نسمعوا كاين مشكل في اي قطاع غيار ولا في اي جهاز، نقدروا نفضوا عينة ونحمد الله المخبر، ومن بعد نخبروا المستهلك قال هذه ردوا بالكم تشروها لانه رانا جربناها في المخبر والمخبر هذا معتمد تاع الدولة او قناة ماشي مليحة. تشكل هذه القطع المقلدة خطراً على حياة السائقين، ففي الغالب تساعد على انتشار الحوادث وتؤدي إلى دفع الكثير من الأموال في صيانة السيارات مرة أخرى. ولتفادي هذا جمعية حماية المستهلك تنصح. الدور نتاعنا حاليا يعني هو تحسيس المواطن، هو هذا أول شيء نحس المواطن باش لما يروح يشري اي قطاع غيار للسياره ديالو لازم يكون عنده الحذر ولازم يكون خايف ولازم يستشير الميكانيسيان، لانه اليوم حنا الميكانيسيان هو اللي يعرف هذا في غياب الرقابه التامه، الرقابه اللي هي عندها فعاليه، في غياب هذا الشيء لازم الانسان يراقب نفسه، بيراقب نفسه لازم يدي معاه مختص، ومن الاحسن نخلو الميكانيكي هو اللي يشري، الميكانيسيان هو اللي يشري البياس لانه هو يعرف يفرق ما بين المليحه والماشي مليحه بالخبره ديالو. يبقى على أصحاب السيارات أخذ الحيطة والحذر، وضرورة الانتباه والتأكد من أن قطع الغيار التي يتم تبديلها أصلية، حرصا على حياتهم أثناء قيادة السيارة. الشاحن التوربيدي المعروف باللغة الفرنسية بتوربو كومبريسور، واحد من بين قطاع الغيار التي أضيفت إلى المحركات من أجل إعطاء الفعالية أكثر للمحرك. طبعا هذه قطع الغيار أو هذه القطعة الغالية الثمن تتعرض للتلف مع مرور الوقت، وهذا بسبب السلوكات السيئة لبعض السائقين. في هذا الركن راح نتعرف عن عمل أو كيفية عمل التوربو في المحرك وأهم الأعطاب التي يمكن أن تحدث لهذه القطعة، تابعوا معنا. السلام عليكم اطول كونديكتور تاعنا لي شوفور المشاهدين تاع هاد ليميسيون. اليوم راح نحكيو على اون بياس تري امبورطونط في لوطوموبيل بيان سور، نحكيو على اعطال تاعها، مي تو دابور نحكيو قبل على الفونكسيونمون البرينسيپ تاع هاد لا بياس اللي هي توربو كومبريسور. توربو كومبريسور سي اون بياس اللي نسحقوها بيان سور في كاع لي موتور، نيمبورت كال موتور اكسبلوزيون ديزل اسونس. بون لا بياس فيها دو توربين، فيها توربين فرواد اللي هي توربين تاع لادميسيون، فيها توربين شود اللي هي توربين تاع ليشابمون. هي يدور توربو تاعنا سون فورنير اوكان ايفور ولا يدي نيمبورت كال لينيرجي من الموتور سوف بلي غاز ديشابمون. كي دورو لي غاز ديشابمون تاعنا دور لا توربين ديشابمون اللي يوم بعدا دور او سونس كونترير لا توربين تاع لادميسيون لي يدخل منها الهواء يكومبريمي ويروح للموتور ويشارك في لا كومبستيون تاعنا. انا راح نوريكم الفونكسيونمون تاع توربو كومون سا مارش في ان موتور تيرميك. بون لو موتور او يدور عندنا لي غاز ديشابمون ايفاكويي من لي سوباب لي يروحوا للكوليكتور ويجوزوا على لا توربين تاع توربو، يدوروا لا توربين ديشابمون باش تدور لا توربين دادميسيون. اوتوماتيكمون لا توربين كي تدور الاسبير لير اي لو كومبريم باش يدخل الموتور تاعنا، هادي هي كاع بور دوني بلوس دو بويسونس للموتور تاعنا. بعد ما حكينا الفونكسيونمون تاعنا تاع توربو انا رايحين نحكيو دو كوا يل سو كونسيست توربو على لو كومبوزون تاعو. توربو يل سو كومبوز دو دو توربين دو زيليس، هضرنا قلنا بلي كاينه وحده تاع ايشابمون وحده تاع لادميسيون، فيه اون سوباب دو ديشارج يقولوا له تيربو ا جيومتري فاريابل. هاد لا سوباب هي اللي تخلي لي زيلات لداخل يتحلوا ويتغلقوا باش يدخل الهواء. فيه ان ليجي سيغمونطاسيون هنايا، فيه دو جوان تاع الزيت باسكو اوتوماتيكمون فروتمون تاع الحديد لازم لهم ان لوبريفيون. فيه
لي غريسور تاع الزيت لاريفي تاع الزيت وفيه الروتور تاعو. دوكا نروحو نحكيو على لي بان تاع التوربو. نحكيو على لا برينسيبال اللي تصرا بزاف توجور طرح لهم لا سيغمونطاسيون لداخل تاع الزيت يولي يبردي الزيت اوتوماتيكمون الزيت تولي ما تلحقش لهنا يولي لي فروطمون هادوما تاع الميتال يولوا يديرونا لداخل واحد لي زيتانسيل كابابل تيربو تاعنا هذا يكلاطي كابابل يلصق كابابل هاد لي توربين يتكسروا كابابل يدير لك لداخل واحد فهاد لا باروا يدير لك شغل ان شوما ميتاليك لداخل يولي ما يدورش مليح. بالاضافه لهاد الاعطال نزيدوا اعطال واحد اخرين اللي تجي ولا تمثل في لاكاليتي تاع الزيت تاعنا في لا بروغراماسيون تاع الموتور. كاينين اللي يحبوا يزيدوا له لا بويسونس للموتور وينساو يبدلوا تيربو باسكو اوتوماتيكمون موتور يديفلوبي ان سيرتان بويسونس انت تحب تزيد له وما تبدلش التيربو تاعك وتخلي التيربو صغير يقدر يكلاشي لك ولا يكسبلوز. بعد كنا قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية عددنا لنهار اليوم، نتمنى أننا قد وفقنا في اختيار مواضيع هذا العدد، مواضيع أخرى لتعلق بسلامتكم في الطريق سواء كنتم سواق أم كنتم راجلين راح نشوفها بحول الله في الأعداد القادمة. دائما نوصيكم باحترام إشارات المرور لأنها هي الضمان الوحيد لكم في الطريق. سلام.